مرحبا، معكم مجدي القضاء من جديد. اليوم منطقة التصوير اللي اخترناها منطقة وادي رم، معانا أكثر من شخص وناس تجربة جديدة. أول واحد معانا محمد. محمد كيف نعم، حالك؟ تماما مجدي. أول شيء شكرا لك على الاستضافة الرائعة في وادي رم. أهلا شو وسهلا. بتحب تحكي للمتابعين لك؟ أحب أحكي لهم ليلة في وادي رم زي يعني تعادل مليون ليلة في المدينة. والله كلامك صح. ومعانا كمان شرف. شرف، أنت أول مرة تطلع معي، طلعت أي زهقة، لا فشو شرف، رأيك؟ طلع رائعة جدا، طلع بس رائع جدا. جميلة وحلوة، وكان يخاف من ال بطلت خفا. يعني انتم ماسكين الضوء وماشيين وانا ماشي لحالي على العتمة. طيب حمود يا اخوي، ايش تحكي للكاميرا اليوم؟ ايش تحكي لهم؟ والله بحكي لها احلى يوم، احلى يوم، احلى ليلة. احلى يوم. طيب اليوم كالعاده راح نصور، اخترنا موضوع تصوير جبال رم، راح نصورهم هيك مبين، انا هيك بتوقع مبين. راح نصور جبال رم مع مجره درب التبانه. اخترنا اليوم فيش في قمر، للاسف في شويه غيوم راح تختفي تقريبا كمان ساعه او ساعتين، وراح نبلش التصوير والصور ان شاء الله قريبا. يعطيك العافيه، مع السلامة. السلامه.